السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا فلاشين ليدي ياقوت. اليوم جيت لكم واحد الوصيفه خفيفه ظريفه ضد التجاعيد، ضد البقع السوداء، وكذلك تعطي لك للوجه كتفتحوا بواحد الطريقه غريبه. واخا غيجيوكم العناصر اللي غنستعمل فيها شويه، يعني كتقولوا ديما هاد لي ماسك كاينين، ديما كاين، ولكن هذا بالتجربه. يعني انا كان عندي لي طاش بزاف في وجهي، مني بديت كنديرها جوج مرات في الاسبوع صراحه نقصوا بواحد 3 درجات او اكثر. المهم غنبدا في المقادير. نحتاجو معلقه ديال النشا، نشا الذره، معلقه اللي كنزيدوها في الحلوه، ولا كلشي كيعرف النشا، ملعقه صغيره، ملعقه صغيره ديال الزيت ديال العسل الحر، وملعقه عصير خيار بالقشره ديالي. هادشي هما المقادير اللي غنحتاج. غنبدا في الوصفه، غندير ملعقه ديال النشا، غنزيد عليها ملعقة ديال عصير الخيار، وغنزيد عليها ملعقة ديال العسل الحر. المهم يكون عسل جيد. انا واقيلا هنا كثرت الماء ديال العصير ديال الخيار، شوف كي جا ثقيل، جا خفيف، باغدون نقدر نزيد شويه ديال النشا حيت درت الماسك كثير باش نديرو حتى لعمقي، علاش لا البنات. اي حاجه درناها لوجهنا خصنا نديروها على العنق ديالنا، الرقبه حتى هي اللي بالنسبه للبنات غير محجبات اللي كيعريو العنق ديالهم، فضروري خصهم ينساوش هذه القضيه. حتى اللي ماشي محجبه باش يعطيك زعما واحد ليكله اللي هو على الوجه والرقبه واحد. المهم غنبدا غادي ايطالي هادشي في وجهي، وتبقاو معايا باش ترجعوا تشوفوا لا فيديو. فوالا البنات، بعد ما درت الماسك درت شويه الخيار في عينيا، وغادي نرتاح واحد ربع ساعه، ومن بعد غادي نغسل، والنتيجه كتكون الصراحه زوينه. نتمنى تجربوا هذا الماسك هذا بصحه والراحه البنات، و الى بروشين.